بص حاج بومبو، هو بص الاتفاق كان ان انا اجيب وار بيست واسرق بيتك، احنا تمام؟ ممكن نسرق بيت ووربيست، فدلوقتي انا جبتك علشان نسرق بيت وار بيست. وانا معاك يا باشا، حتى لو هتسرق اي حاجة، اي حاجة هتسرقها انا جاي معاك. بص يا باشا، ايوه هو بيته ده، فاحنا هنجيب اي حاجة اي حاجة، تمام، ونحطها اي حاجة بالعربية دي اللي قديمة وراك. صح؟ ايه بس يا باشا خلصانة. بس انت رحت بكيا، ايه ده انت حد عنده حاجة قديمة؟ في ايه يا حاج بتاع؟ ايه يا اسطى، تفضحنا كده. بص دوس على ايه كيو، يا دوس اسطى كيو، عايز؟ دوس كيو. اوه معانا لستة. ايوه هنخش بص نسرق دول، الكوفي بوت والكون اوكي والبيتزا، وبص حاجات حلوه كده. انت عارف هو بيحب اوكي الاكل جدا، هو بيحب الاكل كتير. هو كل الحاجة أكلة أصلا، عيش وطماطم و ايوه إيه يا عم ده، في إيه يا ما عم؟ احنا هنسرق اكل ده بيته. هوديله المدرسة مش هيبقى كده يا عم، في إيه يا عم؟ احنا إيه يا عم هنسرق اكله. الشغلانة دي؟ يلا بينا تعال، خلاص يلا بينا. اكيد مش هنخش من الباب الرئيسي يعني. يعني راكنين العربية بعرض الشارع موقفينها، لو جات لنا أي حد هيشوفها، ايوه يا راح ايوه أي كفيف وجايين نعمل اللي نعمله ده؟ ماشي، عادي عادي، معلش معلش. ممكن آخد حاجات من هنا؟ عايز زرع يا طيب، خد جزرة؟ لا لا، من جوه من جوه من جوه. تامر سبحان الله، الفراش هنا يطير. ايه ده يا باشا ده؟ الو الو، ايه مش عارف ايه حصل اتحرك، لك؟ لا الحقني. امشي امشي لقدام. الو ايه اللي حصل لك؟ مش ايه يا عارف، اسطى، في ايه مالك؟ انا ببص لتحت انت صح؟ انت بتعقب يا باشا، انت باصص ليه لتحت وبتعقب، ليه ايه اللي بيحصل لي؟ الو مش عارف تقريبا انت دوست كنترول. مش عارف بصراحة. ثانية. اه باشا رقبتي اتفكت الحمد لله. معلش على فكرة ده دي لعنة. بص بقول لك ايه، تعال اقف جنبي هنا، تعال اقف جنبي هنا، ايوه. شايف فور بيس قاعد هناك اهو بيتفق مع الراجل اهو، شايف هناك اهو لابس اه اصفر، شايفه بيتفق مع الراجل على الفلوس، ها بتاعت البيت اللي هيشتريه الجديد، ايوه ايوه فلوس. ايوه شايف 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 البسين اللي جنبه ده، ايوه فلوس، يابا، واخد بالك انت؟ صارف خش ومكلف. بيعمل 3 جنيه في اليوم ده. تخش خش، تعال بسم تعال الله، تعال تامر. اتفضل. هو ايه اللي اتفضل؟ الواد هناك ممكن يجي لنا. هو بص هو بسم الله. مشغول، هو مشغول دلوقتي، فاحنا ممكن ناخد. ايه ده ايه ده بص بص بص، صورة فرحه اهي، ايه الحلاوة دي؟ يا عم فوق. والله بص صورة فرحه اهو، بص ده، بص بص مستحمي ونضيف وشياكة. ايوه يا باشا بقى حركات. بص بص يا عم، بص احنا هنجمع الحاجات تعمل ايه دي، يا شايف؟ مجرم؟ بص بص بص، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ دي بقول الصابونة لك ايه، بتاعته، مش انا عايزينها. ما بحبش مشاكل، مش عايز اذى. يخرب عقلك يا ابني، هنتقفش يا دي لهوي بص الحاجة دي هو مش محتاجها أكيد، احنا نرميها بره. يا ابني، هنتقفش والله، عيب عليك والله يا بص وار. لا لا، انت ده ايه ده؟ انت بتنادي على ايه؟ والله ما قصدي، الحاجة اتكسرت من غير قصدي والله. اوكي، في مفك هنا، انت في خدت ايه؟ مفتاح، لقيت كارت. اوكي الكارت ده هنفتح فيه الخزنة اللي فوق. تعال نفتح الخزنة اللي فوق، استنى انا بدور يمكن الاقي حاجة هنا. ايه افتح رأيك؟ لي ايه ده؟ الباب، ايه باب ايه؟ انت فين؟ باب الحظيرة. انا واقف اهو فوق اهو، تعالى تعالى. فوق يلا. احط دي ازاي هنا؟ سيبه هنا ايوه عشان ايوه ما الكارت يضيعش ده، الكارت مننا. ده هنا 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 بابا. هسيبه لك انت، هسيبه لك انت ده، خد اهو خد. افتح 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 اوكي ماشي يا افتح. رب، ايوه خد قوينا يا رب الكوين، على خد الشر. خد الفلوس. قفشنا الفلوس يا ابو عمو. ايه ده ايه ده، انا لميت حاجات كتير على فكرة. انا لقيت بيتزا، لول، احنا كده معانا واو 3 حاجات من اصل الحاجات اللي هو عايز يجيبهم. برجر ناخد برجر. السندوتش ده، ما ينفعش. ماشي. ناخد دي برضو، ما ينفعش. يا ابني يا ابني، والكمبيوتر بتاعه يا ابني عشان مونتاج، يخرب عقلك. ولا الكيبورد طلعت في ايدي اتخلعت، ايه ده بتهزر؟ والله العظيم ما قصدي. اوف طب بص بص اوف، احنا وكورة هندور، احنا كورة بص هندور هنا يمكن نلاقي حاجة. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا مفيش حاجة مفيش حاجة. طب الليستة بالشيل كده، الاساسي. لستة التسوق بتاعتنا تامر، انت عارف بتاعتي بتاعت ايه؟ هي ايه؟ اما بتبقى مسافر ورايح في مكان هتخش فيه الحمام ما فيهوش شطاف، فبتشتري البتاعة دي. ايه دي؟ ما تمسكهاش، دي فرشة سنان يا عم. متأكد؟ والله اصل انا هو بيستخدمها استخدامات اخرى ولا ايه؟ عشان كده مخليها هنا. اقول لك ايه، اقول لك ايه، مش انا اللي البيت فوق بلم الحاجة دماغك. والله، ما انا ما عملتش اي حاجة، احنا لمينا 5 حاجات من اصل 5 حاجات تانيين. ايوه كوفي طب بوت هنا تقريبا هنلاقيها فاضل تحت، لنا ايه بريد تاني؟ توميتو وبان تحت 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 في المطبخ، في اوه ده المطبخ احنا فاضل تعالى. لنا 4 حاجات بس. اوكي ادي طماطم البان وطاسة. وادي الكوفي بوت اهو،
يا عم انت مستعجل ليه يا عم؟ ادينا بنتفرج على الفيديو عشان نهرب، عشان نهرب بسرعه. في بريد كمان، خبز خبز خبز، هنلاقي الخبز. ماشي ماشي. هو في حاجات بتتفتح هنا ويمين وشمال اهي. ايه 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 فاضل لك ايه؟ فاضل لك ايه قول لي؟ توميتو، طماطم. فاضل لنا طماطم. واحد الطماطم، حبات طماطم بسرعه بسرعه، حبات طماطم. فين الطماطم؟ ثلاجه. ايه في الثلاجه؟ لا استنى استنى، هو بيصور فين؟ بيصور فين؟ بيصور فوق صح؟ بيصور فوق. ممكن فوق الغسيل. فوق 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 فوق. لا لا عنده ورشه. الحق تامر. ايه ايه فين؟ عنده ورشه. ورشه ايه؟ خلي فيها الطماطم. ممكن باكل طماطم هنا؟ ممكن يكون باكل طماطم هنا؟ لا ده مكان التصوير، بالمكتب بتاع التصوير دايما بيحطوا فيه اكل وكده. حلو، يلا بينا يا باشا. تعالى يا باشا. ما بتشوفوش هو بيصور معانا؟ بتلاقيه دايما والله. على طول. بص ولا حمام تلاقي ولا اي حاجه. يا سلام، ده حمام نظيف يا جدع. تصدق غلطنا، ما فيش طماطم هنا باشا. انت مش عارف حاجه. تعالى يا عم، هتلاقي في ثلاجه تحت اكيد. في ثلاجه هنا. هنا الثلاجه هنا. تعالى هنا اهي، فتحتها. انا مش ثلاجه في البيت ولا ايه؟ والله هنا، والله موجوده اهي. بص يا باشا، يا باشا بقول لك هتلاقي في الثلاجه، عيب عليك، خدها. خلصان اهو، يقفش. انا خدتها باشا. خلصانه. الله عليك. خلصنا. الله عليك. لول ست دقايق قفلك عشان اقول لك ان انت صاحبي وان انت كفاءه. انا بس اعرفك ان انت شاطر. برافو عليك. ايه قصر؟ قصر ايه؟ اصبر. اهلا يا ويلكم يا نور. عايز ايه؟ نور. باكل حاجه، بدور على اي حاجه اكلها كده. بص انا جايب لك على فكره. صبعتني. عجبك؟ عجبك الشغله طبعا، سرقت بيت وار بيست وكده صح؟ انا نفسي بقى اخش بيت باندريتا ولا حد كده. يا لهوي مالك في ايه؟ انا يا باشا هوديك على بيت ابو فله دلوقتي. لا مش الدرجات دي يا عم، بيت ابو فله مفيش حاجه، هتلاقي كله شباب. ماشي. والله كله شباب، بيقعدوا يتخانقوا 24 ساعه ما لهمش حاجه. طب نروح بيت مين؟ قول انت. بندر حبيبي، انا بحبه. خلصانه بندر يا باشا. يلا ستارت ذا جيم. انت شايف الحاجات اللي انا شايف؟ انت جايبني بيت اندرمان؟ انت بتشتغلني يا باشا؟ انت ايه اللي بيت باندريتا ده؟ بيت اندرمان ده مش اندرمان. مين يا عم؟ باندريتا مان يا عم. باندريتا ايه يا عم؟ ده مش بندر ده. اوه بلا، بس برضه هنخش من ورا. بص بص دلوقتي عندنا هنا بينت، عندنا هنا مش عارف ايه دول الحاجات، بس برضه ولا مش... ولا تامر تامر. إيه؟ بص والله هو اندرمان. يا نهار ابيض، بيعمل ايه ده؟ مش عارف، ده مجنون يا اسطى. والله خفت، اقسم بالله خفت. ما تبصش عليه، ما تبصش عليه، بس ما تبصش. بقول لك عندنا لسه برضو فيها شويه حاجات. ماشي. شوبينج ليست. بيتزا سلايس، بيتزا امريكان فوتبول، وعيش. وتوث بيست، معجون اسنان. ايوه وبريد. أيوة. خبزه وورنج دي ودونت. اللي هي مفتاح البراغي ده، المفكات ولا مش عارف اسمه ايه. ودونات يا باشا، وجولد جولدن مش عارف ايه. ايوه جولدن ايه ده؟ وكيكه. المهم فين الجولدن؟ بص شالس. ايه شالس دي؟ تعال مش عارف، هنلاقيها بالحظ. تعال بص هوريك حاجه حلوه والله. البيت ضلمه، هندور ازاي كده؟ هو مش المهم انه ضلمه، المهم انه في حد جوه. ما تهزرش والله، في حد جوه. في بناطيل اهي يا اسطى. يا اسطى ده مش بيت بندر يا باشا، احنا لسه في بيت وور بيست بالليل يا عم. بالله عليك، بناطيله اهي يا عم. بناطيل انا شايفها اهي، بناطيله اهي. ازاي عرفتها يا عم؟ بناطيله هو اصلا ده، انا عندي صوره ليه وهو قاعد حاطط رجله في وشنا. البنطلون الاحمر. ازاي عرفتها؟ بس افتح افتح. تصدق دي نفس البيت. افتح افتح الباب وتعال نخش. اتفضل. استر يا رب ما حدش يشوفنا. عايز اطفي النور عشان ما حدش يقفشني. يا اسطى يا نهار ابيض، صوت حد، صوت حد. انا سبتك ومشيت. انا استخبيت. ايه ده؟ الحاني الحاني الحاني. حاك منين؟ الو حاك منين؟ دخلنا من تاني وانا معاك. احنا ممكن نستخدم الحاجات دي على فكره. ممكن مثلا احط له حاجه زي دي تعمل له دوشه هنا، يفتح الباب ويطلع هو بره وانت تخش من ورا. ايه رايك؟ ايه ده؟ أوه. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ اطلع 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 اطلع، سيبه سيبه هو يقعد يدور عليها. اكيد. ايوه ايوه فتح الباب، فتح الباب. روح افتح الباب، روح افتح الباب وسيبه لي انا، هزوله انا كل شويه اعملها له. ما تخشش الا ما انا هزوله. ها اوكي. ايه اخش؟ الله عليك. ايه ده؟ ده خدها يا ابن اللذينه، خدها خدها. دخلت دخلت الغرفه، دخلت الغرفه. خش، هو مش شايفك، هو مش شايفك، بس انا هحاول اجيب له حاجه ثانيه، اكسر له الازاز ولا حاجه. هو عندك؟ ممكن ابيض له، ابيض له الشاشه. هو عندك؟ ايوه واقف عندي. لا جاي عليك، جاي عليك، اجري اجري يا اسطى. جاي انا بغرفه ال ايه؟ رنيت له الجرس.
رنيت له الجرس، هيطلع يبص على الجرس وهينساك. اوكي اوكي اوكي، بص كوفي بوت، انا لازم اروح المطبخ. ها انا شايفك، شايفك بصص عليك اكيد. انت فين؟ ايوه بصيت عليك. لا ما تخافش، اروح اشوفه بس هو فين. انا خايف. واقف قدام الباب، واقف قدام الباب عندي. لول ايه ده؟ اوه اوه بيجري ورايا. يجري وراك انت؟ اه والله يجري ورايا. اه هرب هرب هرب. خليك انت جوه، انا هاخده لك بره البيت. هفضل الف بيه بره البيت. بالله عليك خلي بالك. اه خد تعالى يا يا جبان، يا يا جبان، يلا دخل بيت تاني. دخل لك تاني يا تامر. يا لهوي فين دخلني؟ فين 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 فين؟ اروح فين؟ هجننهولك. فين يا جدع؟ انت خضتني، افتكرتك هو. انا هيطلع من الباب. هو جاي 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 جاي. هرب هرب هرب، هو جاي وراي. اجري 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 اجري. يا لهوي على المزاولة دي يا جدعان، ده واحد بس، امال هنعمل ايه لو كذا واحد في العيلة؟ جري يا مور، جري يا مور، ما تلم الليلة دي يا مور. وراح فين؟ اهو مش عارف، بس انا بس انا هجيب لك كل الحاجات بتاعته. جي وراك، جي وراك يا رب. مسكني 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 يا تامر. مسكك؟ اهرب اهرب. مسكني يا تامر. اصعب لعبة لعبتها تامر. انا اشوف لك هو فين. ماشي اوكي. اجري يا اسطى، انت بتعمل ايه يا اسطى؟ هيجي لك. بدور بدور بدور. هو مش في اوضه الالعاب، هو في الاوضه بتاع التلفزيون، بيتفرج على التلفزيون وقاعد قدام التلفزيون. اوكي قام وجاي لك يا تامر. جاي لي يا تامر. ايوه ايوه ايوه، شفته بالمطبخ، شفته. جيمنج كونسول، الجيمنج كونسول بغرفه الالعاب. غرفه الالعاب فين؟ غرفه الالعاب تقريبا هنا على طول. الاوضه اللي بيلعب فيها. اه هنا فيها الكمبيوتر. شافني شافني. اجري جاي وراك. خليك اجري اجري اجري. يلا يا لهوي جاي ورايا جاي ورايا جاي ورايا. ورا فين؟ جيب الكونسول اهو. غالبا زنك. لا لا اخدته وجريت، اخدته وجريت. اهرب 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 اهرب. جاي ورايا. اطلع برا البيت، اطلع برا البيت. يا جدع اطلع برا البيت، اطلع برا البيت. وور بيس مسكنا في الاخر. على فكره احنا نوبات قوي، احنا نوبات قوي، ما ينفعش كده. نغير البيت، نروح بيت تاني. بيت بندريتا، شايف؟ اوكي ايه رايك؟ البيت فخمة اصلا. حلو. واضح، بس لازم حلو. نتأكد حلو. انه فيها ناس جوه كتير ولا شوية. في سلم كمان هنا، بص. الله الله، كده كده ضمننا ان احنا نخش. تعالى تعالى حد الو. ده ايه الدخلة العنب دي؟ مش عارف. ولا تامر، في حد، في حد. انزل فين؟ انزل يا تامر. فين؟ في صوت حد. فين؟ والله سمعت صوت حد. في ايه يا عم؟ تعالى نتأكد، اطمن ان البيت ما فيهوش ناس. اول نرن. طيب اه نخش، نخش من الباب، نخش من الباب. اهو اهو جاي، اهو جاي. لا ما تخشش. اهو جاي 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 جاي. هيمسكك، اهرب والله. جاي شفته؟ هو صحه ولا ايه؟ يا لهوي يا لهوي، تعال خش خش. انا دخلت. اوكي انا دخلت فوق. انت فين؟ انا مش شايفه، انا مش شايفه، انا جنبك اهو. بص حد طالع على السلم. لا لا، دي صوت مشينا. يا نهار يا اسطى. انا يا اسطى انت عملت لي رعب والله، حرام عليك. جبت الكاس، جبت الكاس وجبت المفتاح. عاش. كاندل وبريد وجيمنج كونسول. اوكي جيمنج كونسول مش شايفه، بس ممكن نجيب ال جيمنج كونسول وبريد وكاندل. ماشي بدوشه ليه كده؟ عم احنا جامدين، احنا جامدين، محدش هيقفشنا. انا ما شفتش الراجل لغايه دلوقتي. هو تحت، هو تحت. مش احنا رن 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 بتتقال ازاي الكلمه دي؟ رن لارو رن لارو الجرس. ايوه هي دي، رن لارو الجرس. جبت فرشه سنان؟ لا انا اخدت الجوهرة. عايز الجوهرة. انت عملت ايه؟ الراجل تحت، الراجل تحت. انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ عملت ايه؟ شافني ايه؟ شافني وبيجري ورايا. فوق فوق. انت فين؟ شفته ولا بحاجة؟ انت فين؟ اه ينفع. بيجري تحت تحت. تحت مفيش شفت معايا. هو في البيت. هو فين؟ تحت ولا فوق؟ في البيت، بس انا هبوظ له الكهرباء. بوظ له الكهرباء. يا اسطى. مسكت. مش عارف هو فين، مش عارف. اعمل لك ايه طيب؟ اعمل لك ايه؟ انا هربت هربت بره، هربت بره. والله يا ابويا هيجي يكسر البيت على دماغي والله. اديني حلفت اهو، اديني حلفت. ودلوقتي هتلاقي ابويا جالي. اوكي هنضرب علقه اقسم بالله انا وانت. اروح فين؟ اروح فين؟ الراجل ده ورايا. اروح فين؟ اروح فين؟ ده بيجري. اروح فين؟ اجري اجري اجري، وانا هاخده، انا هاخده. هجيبه لك على الباب. بص انا هزوله، هزوله. اجري انت، انا هجيبه على الباب. امشي يا معفن. بص بص بص، انا بحد ايوه ينفع اضربه. حلو، احنا فاضلنا ايه؟ الكاندل والبريد، العيش والكاندل. انا هطلع ادور عليهم. بص انا كسرت البيت على دماغه والله.
خليك تحت معايا ماشي، وانا هدور على الكندل فوق. قفشني الغدار، كان حاططني حاجه. ما تزعقش ما تزعقش، امسكك خلاص خلاص. كان طب الكندل والبريد، بص انا هدور لك عليها بالسبكتيت. اوكي اوكي انا هنزل تحت. بص البريد في دونت، انت عايز دونت؟ محتاج دونت؟ ما محتاج كندل وبريد بس. بص وطماطم. البريد البريد موجوده في المطبخ، في المطبخ تحت. اوكي انت فين انت فين، انت تحت ولا فوق؟ ما ايه اللي حصل ده؟ انا رميت طماطم على وشي، انا اللي وشي احمر. انا تحت اهو. تحت تحت انت تحت يا عم، انا هنا اهو تحت اهو في الشارع. لا لا تعال تعال خش من الباب الرئيسي. تعال ايوه شايفك انا، خش من الباب الرئيسي هنا وخليك على طول على المطبخ على طول في وشك. ايوه عيش دي تورته. البريد عندي الميكرويف اهو بالزاويه، بالزاويه اللي وراك. ايوه اهو البريد اهو التوست. ايوه عاش. عايز الكندل؟ طب اللي على التورته ما ينفعش. اهرب ازاي اهرب ازاي؟ تخلص ازاي؟ انا مش عارف اهرب اطلع منين. خدت كل حاجه يعني؟ لا فاضل الكندل، مش عارف مكانها. وعارف اللي على التورته؟ اللي على التورته الكندل على التورته. مش عارف اذا كنت خدتها ولا لا. لا لسه ما خدتهاش. ايوه الكندل اللي على التورته يمكن هي. انت جاي ولا ايه؟ سمع صوته؟ هو فوق تقريبا، فوق فوق. انا بدور عليه تحت، مفيش حد تحت. اه خش من الباب الرئيسي على الغرفه اللي على يمينك على طول بالخزانه اللي قدام. لا لا ما تجيش. يلا تعالى 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 خش خش هنا شمال على طول. يمين يمين. ايوه ايوه قدامك قدامك في 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 الدولاب، في الدولاب في الكبت. اسمه ايه ده؟ ايوه ايوه عاش عاش. اخدتها؟ ايوه بس مش عارف اخرج. خرجت لول. خلاص ناقصك حاجه؟ خلصنا كل حاجه، خلصنا ايه؟ البان، الطاسه. يا نهار ابيض المطبخ، استنى هدور لك عليها. بص ايوه ايوه على البوتجاز، على البوتجاز في المطبخ. تعالى تعالى. هو فين هو فين؟ هو بالمطبخ. ما تجيش ما تجيش يا رب. اطلع له من فوق، اطلع له من فوق، اطلع له من فوق. ايوه عاش. هو جاي ولا لسه؟ هو هو تحت. ثانيه هو طلع فوق، طلع فوق طلع فوق طلع فوق. بس سيبه بقى هو ونخش احنا من ورا. ايوه هو فين؟ هو هو راح المطبخ. استنى استنى راح المطبخ، انا هدور لك عليه. المطبخ اللي تحت؟ اه هو هنا، هو هنا بالمطبخ. اوكي ما تجيش. انت شايفه شايفه في المطبخ؟ اتخبى اتخبى. ايوه شايفها على البوتجاز على طول. أوكي. يعني لو دخلت المطبخ على البوتجاز راح تلاقيها. ممكن اخش من الحمام؟ لا لا. يا ابن اللذينة يا ابن اللذينة، ده بيجري، ده بينط، ده بينط يا باشا، نط من الشباك يا باشا، بينط. يا نهار ابيض. خش خش. أيوة. ايوه خدها خدها على البوتجاز، هتلاقيها على البوتجاز على طول. من هي؟ خلاص خلاص والنبي. ايوه يا ابو عاش. خلاص عاش والله. استنى كنت مركز والله. يسيب معلش، هو انت اللي بتحتفل ليه؟ مش انا اللي كسبتك، انت بتحتفل انت ليه؟ مش مهم يا عم، المهم ان احنا فزنا الحمد لله. المهم ان احنا الحمد لله حرامية طاسة وشمعة كويسين جدا الحمد لله. الحمد لله. وينفع نسرق طماطم كمان؟ ايوه هنتطور نسرق طماطم وكازوز ان شاء الله بتاع البيبسي. ان شاء الله الحلقة الجاية بقى، الحلقة الجاية الحلقة الجاية. انا خدتها على اعصابي والله الحلقة دي. شكرا عم بومبو على مساعدتك ليا في السرقة، يعني وخير الاصدقاء الذي يساعدني والله الحمد لله. شكرا، باي باي.